السلام عليكم. تقول: الصلوات الرباعية يقرأ في ركعتيها الأوليين بفاتحة الكتاب وما يتيسر من القرآن، فهل علي إثم إذا قرأت في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة في سورة الإخلاص، أو يكون ذلك بدعة لم تشرع في الدين لأني أحب قراءتها، وكذلك أحب أن أقرأ في أواخر الركعات بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن؟ الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يقرأ إلا أنه لا يقرأ بعد الفاتحة إلا في الركعتين الأوليين، وأما الركعتان الأخيرتان من الرباعية أو ركعة الثالثة من المغرب فإنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة، فلا يقرأ بعد الفاتحة شيئا في آخر الصلاة لا في المغرب ولا في غيرها، بل يقتصر على الفاتحة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.